الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العلي العظيم. الدخول إلى المعادلات الكبرى لله سبحانه وتعالى، مرة تحصل على حسنة واحدة بعمل صالح واحد، ومرة تحصل على 100 حسنة بعمل صالح واحد، ومرة تحصل على 1,000,000 حسنات بعمل صالح واحد. معادلات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون في شتى الأبعاد معادلات مختلفة، ليست سواسية. وكل معادلة، كل نظام له بابه، وعلى الباب قفل، وللقفل مفتاح خاص. هذا شيء واضح في المجال الديني وفي المجال المادي أيضا، في المجال الروحي في المجال النفسي أيضا. شيء معين يفتح بابا، مفتاح معين يفتح بابا معينا. هذا المفتاح لا يفتح أبواب ثانية. في الثواب والعقاب نفس الشيء، هذا الثواب يحتاج إلى هذا العمل، هذا مفتاح هذا الثواب. ثواب آخر أعظم بكثير مفتاحه عمل واحد أيضا. القضية واضحة بديهية. الإمام أبو عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه
دخل إلى معادلات الله الكبرى. لماذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو وحيد الله، هو فريد الله؟ هذه العبارة واردة في زيارات عديدة صحيحة. وتر الله، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، في إحدى زياراته الصحيحة. في زيارة عاشوراء، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. الوتر يعني ماذا؟ لا أريد أن أتوقف عند هذه الكلمة، قبل سنوات شرحت هذه الكلمة. الوتر هنا بمعنى الفريد. السلام عليك يا وتر الله يعني السلام عليك يا وحيد الله، يعني السلام عليك يا فريد الله، يعني السلام عليك أيها الحسين الذي لم يخلق الله سبحانه وتعالى وسوف لن يخلق الله سبحانه وتعالى مثيلا لك. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ماذا صنع حتى صار فريد الله؟ دخل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى معادلات الله الكبرى. صنع شيئا وأشياء خصوصا في واقعة عاشوراء. ما صنع مثلها أحد من الصالحين، من الأولياء، من الأوصياء، من الصديقين، من الأنبياء، من المرسلين، وباستثناء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يتمكن أحد أن يصنع مثلها. غرائب عاشوراء، قضية عاشوراء، بدءا من المدينة إلى رجوعهم إلى المدينة، قضية مذهلة غريبة جدا. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في هذه القضية أبدى لله عز وجل توكلا لا نظير له، انقطاعا إلى الله سبحانه وتعالى لا نظير له. هذه المعادلات الكبرى لله عز وجل. إطاعة لله عز وجل لا نظير له. المعصومون من الأنبياء، من الرسول، من الأوصياء، كلهم مطيعون، ولكن إطاعة مثل إطاعة الإمام الحسين لا تجد. أذكر لكم نماذج سريعة. أولا، هل رأيتم أو سمعتم قائدا يتهيأ للثورة ضد نظام كبير ضخم وهو من بداية حركته يعلن للناس: أيها الناس، أنا في هذا الطريق مقتول، وكل من يأتي معي فهو يقتل، يعني لا تأتوا إلي؟ معنى العبارة هذا؟ من الذي يريد أن يقتل؟ لا أحد، إلا النادر، أندر من النادر. من بداية الحركة يعلن ذلك، وكأني بأوصالي تقطعها أو يتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. أيها الناس، أنا ماشي، أنا ذاهب، ولكن أنا في هذا الطريق أقتل. من كان باذلا فينا مهجتها، يعني أيها الناس، الذي يريد أن يقتل تفضل. من الذي يريد أن يقتل؟ لا أحد. يوجد شخص من بداية الحركة يذكر هذا الشيء؟ لماذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الشيء؟
يعني أيها الناس أنا لا أحتاج إليكم، أنا فقط أؤدي واجبي، أوصل صوتي فقط، لا أريد أن تأتوا إلي. أنا عندي غيركم، أنا تعاملي مع ذاك، وإلا صاحب حركة صاحب ثورة لا يذكر ذلك شيء حتى لو كان يعرف. من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. ثانيا، الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى كربلاء ومعه أكثر من 1000 مقاتل. بعد أن أعلن هناك تصفيات، طبعا أكثر الناس ما جاءوا مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام خوفا من القتل، بعضهم جاء، دخل إلى كربلاء، وصل إلى كربلاء ومعه أكثر من 1000 مقاتل. على ما ببالي ما يقارب من 1500 مقاتل في أصعب ليلة، يعلن لهم أنه من بقي إلى يوم عاشوراء فإنه يقتل، اذهبوا. وهؤلاء كانوا يعرفون من هو الحسين، يعرفون أنه مرتبط بالله عز وجل، إذا قال شيئا فهو حق. وبالفعل هناك عبارة في الرواية الشريفة مضمونها أنه عندما قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قبل أن يكمل كلامه 10 10 20 20 ذهبوا. عجيب، حتى ما باقي إلا نفر قليل، في هذه الرواية 71 فقط بقوا حسب هذه الرواية، كلهم ذهب من 1500، لعله أكثر من 1000، 10 10 20 20 ذهبوا. أبو عبد الله في هذه الليلة تقول لهم اذهبوا؟ هذه الليلة الصعبة بعد أن اجتمع أكثر على أقل التقادير أكثر من 30,000 شخص لقتالك، يريدون أن يقاتلوك، في هذه الليلة تقول لأصحابك هؤلاء الذين بقوا اذهبوا؟ نعم اذهبوا. توكل على الله، أنا يهمني ذاك، لا أحد يصنع مثل هذا الصنيع. في الأنبياء في الرسل كانت هناك حروب بين الأنبياء، بين الكفار، بين المشركين، بين الأنبياء وبين المشركين. سمعتم مرة واحدة هكذا شيء؟ ثم يشجعهم اذهبوا، فليأخذ كل منكم مضمون العبارة بأحد من أهل بيتي ويذهبوا، ما بقي إلا نفر قليل. نموذج ثالث، لا أريد أن أذكر لكم مصائب مصيبة الرضيع سلام الله عليها، لا أريد أن أذكر لكم مصيبة، ولكن إخواني هذه المصيبة قطعت قلوب أهل البيت عليهم السلام على مر الدهور. أبا عبد الله لماذا تأخذ الرضيع وأنت تعرف من هؤلاء أعداؤك؟ أنجس، أجلكم الله جميعا، أنجس من الكلاب والخنازير هؤلاء. هؤلاء أكثر توحشا من الذئاب وأنت تعرفهم، وفي هذا اليوم أثبتوا ذلك. قبل قضية الرضيع كانت قضية مقتل أصحاب الإمام الحسين واحدا واحدا، مقتل أهل بيت الإمام الحسين، ماذا صنعوا بأصحاب الإمام الحسين هؤلاء الأعداء؟ ماذا صنعوا بأهل بيت الإمام الحسين؟ القضية ما كانت قضية قاتل فقط، تأخذ الرضيع عليهم.
يريد أن يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في قضية الرضيع، يريد أن يقول لله عز وجل: إلهي أنا مسلم كليا، إلهي أنا لا أملك شيئا عزيزا عندي أبقيته لنفسي. أعز من الرضيع؟ حتى الرضيع أتي به. ولذا في هذا الموقف نودي من السماء، في مواقف أخرى ما نودي، تسلية جاءت من السماء لصعوبة الموقف: يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة، يا أبا عبد الله لا تتزلزل، لا تنهار أبا عبد الله. الإمام أبو عبد الله جاوب جوابا عظيما، قال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، لا تخافون أنا ما أتزلزل، أنه بعين الله. خلاص، تعرفون مثل هذه القضية، إبراهيم خليل الرحمن، أعظم رسل الله عز وجل بعد خاتم الأنبياء إبراهيم عليه وعلى النبي وعليه الصلاة والسلام، امتحن امتحانا واحدا، البلاء المبين، واحد من أبنائه. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء كم رأى مثل امتحان إبراهيم؟ هذا إبراهيم، في مثل امتحان إبراهيم ما كان أحد يتمكن أن ينجح، هذا إبراهيم نجح في ذلك الامتحان. الإمام الحسين كم كان له امتحان مثل امتحان إبراهيم؟ وأصعب من امتحان إبراهيم. نعم، أصعب من امتحان إبراهيم. تعلمون ما هو الأصعب؟ أصعب بكثير حمله لنسائه الزاكيات الطاهرات الطيبات النقيات. إلى أين تذهب أبا عبد الله؟ إلى الحرب. أنت تبقى أبدا، أنا أقتل، كل الرجال باستثناء الإمام زين العابدين يقتلون. تحمل نساءك إلى أين؟ الحرب ضد من؟ هؤلاء النسوة الزواكي الطيبات النقيات. يصبحن أسراء بيد من؟ بيد بني أمية. بني أمية من هم؟ بني أمية كانت هناك حرمة لله عز وجل من تهكوها. أعظم حرمات الله انتهكوها. من تصبح أسيرة؟ زينب ابن فاطمة. مرة اجلس مع نفسك، تخيل، تصور أن امرأة عزيزة عليك، مع أن نساء المؤمنين، هؤلاء النساء المؤمنات نساء عاديات، تصور أن أختك تصبح أسيرة، ابنتك التي تحبها كثيرا تصبح أسير، أصلا تتمكن أن تتصور؟ فكيف بأولئك الطاهرات؟
حسب روايات الشريفة، القضية ليست قضية من لساني، حسب روايات الشريفة الله عز وجل كان يرضى من الإمام الحسين بأقل من ذلك، ما كان واجبا على الإمام الحسين هذه الأمور، ما كانت واجبة. أبو عبد الله الله يرضى بأقل من ذلك، لماذا تصعد إلى هذا المستوى؟ خير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، خير بين القتل وأن يبقى حيا، يعني الله كان يرضى بأن يبقى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حيا، ما كان واجبا عليه. ولكن الإمام الحسين دخل إلى معادلات الله الكبرى، حتى لو ما كان واجبا عليه، هذا شيء ينفع دين الله عز وجل لا بأس، أي شيء كان. هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبيني، في رضاك وبذل مهجته فيك. هذه العبارة الواردة في زيارات عديدة صحيحة، وبذل مهجته فيك. إلهي، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لله عز وجل، يقول إلهي جدي أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام أعطى أثمن شيء في هذا الوجود الذي هو مهجته، روحه، أعطاها لك فيك بذلا، يعني استرخاصا، يعني إلهي أنا أعطيت لك روحي وأنا خجل منك. هذا الشخص لا يدخل إلى معادلات الله الكبرى. يوجد شيء آنذاك، كان يوجد شيء أعظم أثمن من روح الإمام الحسين، من مهجة الإمام الحسين، أعطاها بذلا، بذلا يعني استرخاصا، يعني شيء رخيص، إلهي أنا أعطيه لك، يعني إلهي أبو عبد الله يقول لله إلهي أنا خجل، أنا ما قدمت شيئا. هذا يدخل إلى معادلات الله الكبرى أم لا؟ الله عز وجل هو الشكور. عمل صغير، كلمة سبحان الله تقولها أنت، يشكرها الله عز وجل. على عمل الإمام الحسين، على عمل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله لا يشكره؟ شكره أي شكر؟ أصبح اسم الحسين هو معادلة الله الكبرى في هذا الكون، اسم الحسين. أصبح الباب الأكبر إلى الله عز وجل اسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل أبقى شيئا ما أعطى للحسين، خلاص شيء مفتوح. تريد أن تدخل إلى معادلات الله الكبرى، أدخل إلى بوابة الإمام الحسين، تشرب الماء، تذكر الإمام سيد الشهداء، تلعن قاتليه، عمل حجم صغير جدا لأن فيه اسم الحسين، لأن العمل مرتبط بسيد الشهداء، ثوابه ثواب لا
تصل عقول البشر كلهم إلى عظمة هذا الثواب. هذا العمل الصغير. شعائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى سيد الشهداء لا شيء. أصحاب الإمام الحسين أولئك الطيبون، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، هؤلاء أعطوا أرواحهم. لماذا؟ لأن الإمام الحسين أعطى روحه لله عز وجل بذلا. أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أعطوا أرواحهم بذلا. يعني حبيب بن مظاهر ذهب واستشهد بين يدي سيد الشهداء وهو خجل من سيد الشهداء في زيارة عاشوراء. نقرأ: الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. البوابة الكبرى أصبح الإمام الحسين. كم حوربت شعائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ كم ظلم من كان يمارس الشعائر الحسينية؟ بدءا من اليوم التالي بعد عاشوراء، لا، بدءا من يوم عاشوراء، حيث ضربت البنت الذي كانت تبكي على الإمام الحسين، وإلى يومنا هذا حيث يضرب الشخص الذي يطبر يجري دماءه حبا للإمام الحسين، إلى الآن يضرب يسجن. يعني من ذلك الوقت الطغاة ظلموا من يمارس الشعائر الحسينية وإلى يومنا هذا. شخص يريد أن يبدي حبه للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بطريقة من الطرق، أنت لا تريد أن تقبل هذا الطريق، لا تقبل، لا، يؤخذ، يضرب، يسجن، يؤذى. من الذي حارب الشعائر الحسينية؟ طغاة العصور، حكام أقوياء يملكون أموالا طائلة، يملكون رجالا إلى ما شاء الشيطان، يملكون قدرات، يجمعون قدرات الناس. الطغاة مع كل هذه القدرات، مع كل هذه الأموال، بكل السبل حاولوا، لا أقول أن ينهوا، أن ينسفوا الشعائر الحسينية، لعل البعض من جهلتهم كان يتوقع ذلك، لا، ذاك أصلا مستحيل، استحالة استحالة. حاولوا أن يضعفوا الشعائر الحسينية. بالله عليكم، تعرفون يوما واحدا خلال أكثر من 13 قرنا الشعائر الحسينية ضعفت؟ يوم واحد. يعني اليوم السابق كانت الشعائر الحسينية في حجم، اليوم ضعفت الشعائر الحسينية في العالم، تعرفون هكذا يوم؟ حكام بكل قدرات يدخلون ولا يؤثرون ذرة في الشعائر الحسينية، في انتشار الشعائر الحسينية، في توسعة الشعائر الحسينية، بأسماء مختلفة، بأشكال مختلفة. يعني ماذا؟ القضية قضية دنيوية، تسعى تجد الأثر. هؤلاء سعوا في محو الشعائر الحسينية، محوها مستحيل. سعوا في تضعيفها، تمكنوا؟ ومن كان للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ قل قليلا كانوا لسيد الشهداء. حسب الوضع الدنيوي كلهم ضعاف. حكومات، امبراطوريات، طغاة تعلمون يعني ماذا؟ يعني شخص لا توجد أمامه أي موانع، يعمل كل شيء. يعني المتوكل العباسي، يعني منصور العباسي، يعني يزيد بن معاوية عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، هؤلاء يعني. وإلى يومنا هذا قضية ما انتهت وسوف لا تنتهي إلى يوم الظهور، سوف تبقى طغاة
تحارب بكل قدراتها الشعائر الحسينية، تسمح لكل المحرمات، تفسح المجال للشرك بالله عز وجل، لا تسمح للشعائر الحسينية إلى يومنا هذا. هذا الظلم مورس أين؟ منع الشعائر الحسينية مورست أين؟ في بلاد بعيدة؟ لا، في بلاد بعضها أكثرية شيعية، في هذه البلاد، يعني في مهد الشعائر الحسينية تحارب الشعائر الحسينية. تعلمون الحرب في مهد الشيء يقضي على الشيء. مرة أنت تحارب من بعيد، مرة لا، في وسط، في مهد الشيء تحاربه، لا يبقى له شيء. ما تمكنوا أن يغيروا ذرة، أن يضعفوا ذرة من الشعائر الحسينية. أليست هذه وقفة الله عز وجل للإمام الحسين؟ من البشر؟ الحكام، سواء كان قائدا، رئيسا، وزيرا، وكيل وزارة، أي شيء، الذي له شيء من السلطة، بعضهم يحملون حكمة، بعضهم أجلكم الله سفهاء. الذي يحمل حكمة حتى لو كان كافرا، الذي يحمل حكمة لا يقترب من الشعائر الحسينية. الحاكم مهما كان فهو بشر، تؤذيه بقة، لسعة حشرة تمرضه، لسعة، بشر. الذي يكون حكيما لا يقترب من هذه المعادلة الصعبة التي اسمها الشعائر الحسينية، تسحق كما سحقت المتوكل، كما سحقت المنصور، امبراطوريات سحقت. بعض هؤلاء سفهاء أجلكم الله جميعا، لا يفهم المعادلة، بعوضة تدخل إلى معادلة الله الكبرى، البعوضة تنتهي، البشر كلهم لو اجتمعوا، والله وبالله لو اجتمع البشر كلهم أن يمحقوا اسم الإمام الحسين، البشر كلهم يسحقون ويذهبون واسم الحسين يعلو. لو لم تبق في العالم ملائكة، لا أقول بشر، اسم الحسين يبقى. هذا الشيء الذي لا ينتهي، دم الإمام الحسين يبقى. أشهد أن دمك في الزيارة الصحيحة، أشهد أن دمك سكن في الخلد، إحدى المعاني للخلود. في بلاد مختلفة حاولوا، سعوا أبدا دون أن يدركوا ذرة مما أرادوا. ترون أن الشعائر الحسينية تتوسع يوما بعد يوم أم لا؟ واضح جلي، حتى ضد البكاء هناك حرب. أول خطوة، لا تبكوا بصوت عالي، شيئا فشيئا يقولون لماذا البكاء؟ قالوا ما قالوا قبل 1400 سنة، لا قالوا في هذا العصر، قالوا بعض من يتلبس بلباس الدين قال، يعني بشتى الطرق، بالطرق النفسية، هذا جنون، خلاص شيء نفسي، حرب نفسية، بالطرق العلمية، هذا شيء ضار، شيء علمي، بالسلاح، بالإغراءات، باللحي البيضاء، بالشعر، بالكتب، بالخطابة، بالإعلام، بالإرهاب الفكري، بالإرهاب العملي، بالترغيب،
بكل السبل دخلوا ورأينا. أنا القضية ليست قبل 1300 سنة أو 1200 سنة. أنا رأيت في حياتي مرارا وتكرارا. أنتم رأيتم تركوا شيئا ما دخلوا فيه؟ أدخلوا كل شيء لضرب هذا الشعائر. هذا الذي بذل مهجته في الله يتركه الله؟ طغاة جهل، عفوا أقول هذه الكلمة بعيدا عنكم وعن جميع المؤمنين، سفاهة. سفاهة لا يعرفون المعادلة. البعوضة التي تعرف المعادلة لا تقف أمام قطار. البعوضة التي لا تعرف المعادلة تقف أمام قطار تقول أنا أوقف القطار، لا تعرف. الحكام الطغاة الظلمة الذين يقفون أمام الشعائر الحسينية مثل بعوضة أمام قطار. رسول الله سيد الأولين والآخرين في الحديث الذي يروى عنه يقول، وأختم بهذه الكلمة العظيمة حديثي، يقول صلى الله عليه وآله كما يروى عنه، حديث جدا جميل، يقول بي أنذرتم وبعلي بن أبي طالب اهتديتم. ثم قرأ صلى الله عليه وآله هذه الآية المباركة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. بي أنذرتم، إنما أنت منذر، وبعلي بن أبي طالب اهتديتم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وبالحسن أعطيتم الإحسان، وبالحسين تسعدون. المعادلة الكبرى لله عز وجل، الباب الأكبر إلى الجنة. والخطير العبارة التالية، الباب الأكبر إلى النار. كثير يدخلون من الشعائر الحسينية، من الحرب ضد الإمام الحسين، يدخلون إلى النار. وبالحسن أعطيتم الإحسان، وبالحسين تسعدون، وبه تشقون. ألا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في هذا الحديث الشريف، ألا إن الحسين باب من أبواب الجنة، من عاداه حرم الله عليه رائحة الجنة. إلهي بحق الحسين، بمقام الحسين، بعظمة الحسين، بمظلومية الحسين، إلهي بدم الحسين، عجل فرج المنتقم للحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. إلهي ارزقنا زيارته في الدنيا، ارزقنا خدمته في الدنيا، ارزقنا شفاعته في الدنيا، ارزقنا شفاعته في البرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الله أكبر، الله أكبر.